construire, de bâtir quelque chose qui se base sur la centralité des droits humains et de le respect, eh bien, on nous dit non. Et là, c'est un ras-le-bol. On est fatigué de toute cette humiliation. باش تعيش المغرب اللي كيتسع لكل ابنائه وبناته، المغرب اللي فيه الحقوق ديال الجميع، يعني اول حق انه يحترم الانسان المغربي كيف ما كان فين ما كان عايش، انه عنده حق وتفوق، لان عندنا مازال الريع، مازال الامتيازات، مازال المركزه ديال المال والسلطه في جهه واحده. انا هذا الشباب اللي كيقوم بنوع من المقاومه باش هو يخرج راسو باش يعيش باش يربح الطرف ديال الخبز بطريقه نقيه، هاد الشباب اليوم تيتحارب كيتظلم لان عندنا السلطه باقا في العهود الحجريه، يعني السلطه خصها تكون تبين الاستبداد، خصها تقهر بنادم باش تبين القوه ديالها، وماشي هذا هو المغرب اللي بغينا. حنايا السلطه خصها تكون هي اول محترم لحقوق الانسان وانها تدافع على هاد بنادم. هادي السلطه يجب ان تحمي المواطن مواطنها، ماشي تقول طحنوا مو ولا طحنوا باه، هاد الشيء راه ما يمكنش. ولهذا حنا كنطالبوا انه يدار واحد تحقيق نزيه في القضيه، والمسؤولين نبداو اول مره المسؤولين انهم يتحكموا. حنا مازالين عندنا ناس مسؤولين على سنوات الجمر والرصاص وتيدوزوا في التلفزيون وتتعطاهم الامتيازات، هذا الشيء عينا حنا منه وندتنا به، واليوم تنرفضوا تكون على وليداتنا. هذا الشاب هذا محسن فكري 31 سنه، يعني في المقتبل ديال العمر، باغي يعيش باغي يخدم حتى هو، هذا ما لقى ولا تيتاجر في المخدرات ولا والو، يعني هذا السيد ولو تكون مخدرات خصو يدوز امام القضاء. هذا السيد عرفوه من شرى الحوت وتبعوه، يعني هذا النظام اللي هو في الحقيقه يعني مسوس من الداخل بالرشوه بالاستبداد، هادشي كله يجب ان ينتهي. واليوم هذيك الحقره اللي حس بها محسن ترمى راسو، يعني ترمى راسو في ديك الشاحنه، كلنا كنحسوا بها، كلنا كنحسوا براسنا محقورين، هذه بلادنا وحنا مظلومين فيها.